الحقوقية والجمعوية والثقافية والسياسية. تحية لجميع المشاركين والمشاركات معنا في هذه الوقفة الرمزية التي نقيمها بمناسبة الذكرى 65 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. تخلد الجمعية اليوم العالمي لحقوق الإنسان هذه السنة تحت شعار مزيدا من الصمود من أجل حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها، وهو الشعار الذي تسعى عبره إلى التعبير عن نضالها إلى جانب كافة الحركة الحقوقية والحركة الديمقراطية ببلادنا من أجل زيادة حقوق الإنسان بجميع أبعادها وتجلياتها دون أي بطر أو تجزيء وبمنأى عن أي خصوصية مزعومة، وهي إذ تحيي هذا اليوم الذي يصادف الذكرى 65 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإنها تستحضر ما يحمله إحياء هذا اليوم في أعطافه من دلالات وما يزخر به من معاني تذكرنا بأن استمرار ابتهان كرامة الإنسان وعدم احترام حقوقه حقوق الشعوب وزيادة الاستبداد والاستبعاد والفقر والحرمان هو منبع جميع المآسي التي ما فتئت الإنسانية تكابد من جرائها ويلات التخلف والحروب والنزاعات المدمرة. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى استمرار شعوب المنطقة المغاربية والعربية في نضالها ضد الاستبداد والديكتاتورية والرجعية وفي مواجهة تدخل القوى الإمبريالية وحلفائها لإجهاض ثورات الشعوب وإدامة تحكمها في السياسات والاقتصاد وخيرات المنطقة. فيما يواصل الشعب المغربي على المستوى الوطني بكل فئاته من عمال وطلبة وفقراء مهمشين ومعطلين نضاله ضد الاستبداد والفساد والفقر والتهميش والإقصاء ونهب الثروات الطبيعية، كما تتابع حركة 20 فبراير نضالها من أجل الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية رغم الاعتقالات والمحاكمات الجائرة وتلفيق التهم للانتقام من نشطائها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه السنة تميزت عموما باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من تعذيب ممنهج واعتقال سياسي ومحاكمات غير عادلة وانتهاك للحريات والحقوق الفردية والجماعية. لا تعذيب لا عذاب لا إفلاس من العقاب، لا تعذيب لا عذاب لا إفلاس من العقاب، لا تعذيب لا عذاب لا إفلاس من العقاب، لا تعذيب التي تحققت في هذا المجال وتمادي الدولة في تماطلها في تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وخرقها للعديد من الالتزامات التي اتخذتها تجاه المنتظم الدولي والقاضية بتطبيق مقتضيات اتفاقيات المصادق عليها والتجاوب مع توصيات اللجنة الأممية المعنية بها، وهي الانتهاكات التي رصدتها بالإضافة إلى تقارير الجمعية تقارير العديد من الجهات وفي مقدمتها تقارير الهيئات والائتلافات الحقوقية المغربية والمنظمات الدولية وكذلك تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة والممارسات المهينة والحاطة من الكرامة والأوضاع في السجون وأوضاع مستشفيات الأمراض العقلية، بالإضافة إلى التقرير الأخير للجنة البرلمانية حول السجن المركزي بقنيطرة. إن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان هذه بقدر ما تجهز
على المكاسب التي أحرزتها الحركة الحقوقية المغربية، فإنها تؤشر أيضا على أن الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية وبرامج ما يسمى بالعدالة الانتقالية التي من فك المغرب يزعم أنه قد باشرها لم تفض إلى إجراء تغيير جوهري في السلوك التقليدي للدولة في تدبيرها للسياسات العمومية في مجال ممارسة مختلف الحقوق والحريات، إذ لا زالت تتصرف بنفس الطرق والكيفيات وكأن لا شيء تغير في بلادنا أو من حولها. وهذا ما يتجلى من خلال عجز الدولة المغربية وقصورها عن إيجاد الحلول للمشكلات المتراكمة والمستعصية بعيدا عن أسلوب القمع وفرض سياسة الأمر الواقع أثناء التعاطي مع مطالب المواطنين والمواطنين والمواطنات في شتى المجالات. أيها الحضور الكريم، داخل سماء هذه الأوضاع المقلقة والقاتمة يأتي الاعتراف والتأييد من أعلى هيئة بالمنتظم الدولي وهي هيئة الأمم المتحدة لتثمين الجهود المخلصة والصادقة التي ما برحت تبذلها الحركة الحقوقية المغربية ونشيطاتها ونشطاؤها بهدف الارتقاء بأحوال حقوق الإنسان ببلادنا حماية ونهوضا، وذلك بمنح جائزة حقوق الإنسان لهذه السنة للمناضلة الحقوقية الصلبة الرفيقة خديجة رياضي الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لولايتين وعضوة اللجنة الإدارية بها اليوم والرئيسة الحالية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الملصقة الحالية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان. تحية أمامية للمرأة المغربية. 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 بجدية ومصداقية النضال الحقوقي ببلادنا، وهو نضال معمد بالتضحيات ونكران الذات وممهور بالصمود المتواصل أمام أجهزة القمع وأمام أحدية وعصي العسس والرقباء المسخرة من قبل أعداء الديمقراطية وحقوق الإنسان ببلادنا الذين يتميزون من الغيظ لهذا التكريم. وفي هذا الإطار فإن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان سيعمل على تنظيم حفل استقبال للمناضلة خديجة الرياضي، وذلك عبر تنظيم موكب لاستقبالها بمطار سلا، وذلك يوم الأربعاء 12 دجنبير الجاري ابتداء من الساعة 12:30 بالمطار، حيث سيتم استقبالها وسيتم الاتيان بها إلى مدينة الرباط عبر موكب. هو تكريم من الحركة الحقوقية للمجهود الذي تبذله وتقوم به في ميدان النضال من أجل سيادة حقوق الإنسان وترسيخها. أيضا سنكون يوم الخميس المقبل على موعد لحفل توقيع الميثاق الوطني لحقوق الإنسان الذي تم تحيينه من طرف الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تكريم المناضلة خديجة رياضي، وذلك بقاعة وحنيني ابتداء من الساعة 5 مساء. وفي نفس الإطار وفي إطار العمل والجهود التي تبذلها الحركة الحقوقية
ستنظم لجنة دفاع عن حرية التعبير وحرية لعلي أنوزلا سلسلة بشرية يوم غد على الساعة الرابعة أمام مقر البرلمان. ونرجو من جميع المناضلين والمناضلات الحضور في هذه المبادرة النضالية وذلك للتعبير عن عزمنا الصارم وعزمنا المبدئي على النضال حتى انتزاع كافة حقوقنا وحرياتنا. أيضا ستنظم بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان ستنظم الجمعية المغربية يوم السبت المقبل ستنظم أيضا حفلا للاحتفاء بالمعتقلين السياسيين المعتقلي الجمعية وباقي المعتقلين السياسيين الذين تم الإفراج عليهم مؤخرا. كما ستغتنم هذه المناسبة من أجل تنظيم احتفاء أيضا للمناضلة خديجة رياضي. هناك أيضا حفل استقبال لإدريس بوطارد غدا على الساعة الثانية بعد الزوال بحي العكاري، لأنه غدا سيتم الإفراج عنه بعد إتمامه للعقوبة المحكوم بها عليه. إذن هذه بشكل عام أهم المحطات التي سنكون على موعد معها ابتداء من غد وإلى نهاية الأسبوع المقبل.